اقولكم تولهت عليه ايش اسوي هذا؟ ترى اليوم قلنا لا رمت يود عمري لين الحين زين بعد رمت اسوي على عمري كنترول اني ما اسوي سناب ولا ارمسكم ولا شيات انا ابو ثاركم غاليين عندي اني الحين انصاف الليالي اظهر لكم هاي مصيبة انت مسوي سويات ولا اني انا لساني حجني شوكم شو الحل يعني يعني رمت اصبر نصب لين الحين الحين عادة مرة كنترول وقف هل انه يعني لما قال هي اريدها تواليت يسألي عن الفودة قال تاول وانا اقول له تواليت بس بنام استخلاف باكر اذا رجعنا من حي يلا ها اخر واحد ظاهر من جمنها ولا ادمي بي اي نعم انزين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير والرضا والسرور والنور وكل ما تشتهون يعني الله يحفظكم اليوم ما شيء خروفة اليوم شيء سالفة السالفة غير والخروفة غير الخروفة محض الخيال غير السالفة السالفة هذه يعني الله يسلمكم حقيقية السالفة هذه مستوي في حفر الباطن في السنين الأولية هاي السالفة يمكن عمرها حوالي 65 أو 70 سنة مش أقل من 75 إلى 60 سنة القصة هذه هاي تحيدوا في السنين الأولية دكاكين ولا شبه دكاكين في الفريج الواحد يستوي دكان انكثر دكانين ثلاثة يستوون في الحارة العودة هذه ففي حفر الباطن شيء ثلاث دكاكين ويتيامعون وتتيامع العرب عادة كان وقت الشتاء يكون قرب الدكاكين شيء دتشه وفيها ذرة وتتيامع العرب اللي يبي يشتري واللي يبي يدور العلم واللي يبي يدور الخبر واللي يبي يدور السالفة واللي يبي يتبضع واللي يبي يعني اللي يبيع ويشتري كل يتيامعون قرب الدكاكين واللي يدور العلوم يحبة القطع عدال الدكاكين هذا المركز الرئيسي يعني عبارة يستوي انزين وكانه قيض يوب ويعرض ظلة العصر فتيامعت العرب عند ظلة العصر المسيان ورمسه وسولفه ويعني وتلاقى واللي بيتبضع واللي بيشتري واللي بيبيع واللي لازم واللي يعني والناس ماشية على هالمنوال وهذا ترتيبهم كان قيض ولا اشتى في هاك السنين توهن طايحات السيايير المواتر توهن طايحات وأول ما يت المواتر ين البت فرتات البت فرت أول ما يفرت يسمونه قبل وأول ما طاح في السعودية يعني أول ما طاح البت فرتات طاحن في السعودية وبالذات في جدة حفر الباطن والنعيرية والبقح هذه متيام حين العرب وين قرب التكاكين ما وعى قرب العصر العود ولنا يا ريال على بعير ريال على بعير والله ونوخ بعيره ودخل عند الدكان وازم يشقل من هالاغراض يشقل من هالاغراض ويكود على بعيره لين خذ كل مستلزمات بيته كامل مره شد وجليل اللي عنده موتر جليل اللي عنده موتر هذي الله مرهي عليه يعني عبارة من حين مثل كمبني انزين جليل اللي عنده موتر يا الرجال والناس هاك الزمان تصير يا عريولها يا على شاب اللي عنده بعير ترى يقزر حياته ساير ويا على بعيره حمير جليل حد من العرب اللي فيها خير الأول يستعمل الحمير من النوادر يعني شرات اللي القصيرة يعني يمكن حق يروون عليه ماء يمكن ولا حق حواي مثل الليلام يمكن يا غير الريال اللي في خير ما يركب الحمار هات السنين يعني شرات المنقود يستنقص عمره ولا يشوف عمره مبراعي أصول يعني اللي يلبس اللي يركب حماره ولا يركب شهري ولا اللي هو العرب كلها تركب العرب خيول وتركب رشاط وتركب يعني
ولا تمشي على ريولها جليل اللي ومواترته وهن طايحات. انزين فاقول لكم يا الرجال هذا ونوخ بعيره دخل عند راعي الدكان وتبضع ما خلى شيء ما شدوا على البعير وشطن البعير زين ما زين وربطه وراح عند راعي الدكان عاده. هاك الوقت كان وقت الشتاء وقت ربيع والناس كلها عاد ما حد يتم كلهم خلاص ياخذ حلاله هو ويشرج ويغرب يرعى حلاله يلقط هالبيت ودنياه. ولين اليوم على فكرة الموضوع هذا يعني الموضوع هذا لين اليوم لين بكرة. انزيد صار عنده والريال هذا الريال هذا عنزي هذا من العنزه من ناس ينقالهم الرويلي الرويلي أظني أو الرويلي. انزين فقال حق راعي الدكان كم حسابك؟ قال له أنا حسابي 50 ريال. 50 ريال؟ قال إن شاء الله حقك بيوصلك أنا الحين مقصر وأنا طالب من الله ثمنك وحقك يا راعي الدكان بيجيك لين مكانك والله انك ما بتصير تدورني يا حقك بيوصلك لين مكانك يا غير انا حين جيتك وانا في حايه وباك تسمح لي وان شاء الله ان حقك بيوصلك لين مكانك ما بتصير تدورني ابدا تستاديني بيوصلك لين مكانك برسم الخدمه ان شاء الله جريب اصبر علي انا يا ابوك يا جنك يا ما في بيتي اذنه للاكل لا في ما في غير الماء وبيتي فيه عيال في ولد وعندي حرمة ولا عندي لا مير ولا شياته وطالب انك وطالب الله ومن ثم طالب انك انك انت تصبر علي لين يجيك حقك لين مكانك واخذ مني عهد ويمان الله يني ارد الكبيزاتك برسم الخدمة لين مكانك هذا لين تفي وقت انا حين معسر وتريم تم الله ايسر علي. قال اسمع يا الاخو راعي الدكان قال له اسمع يا الاخو انت الحين لو انك اول ما جيت قلت لنا القصه هذه بنتفاكر وياك ولنا شورن وبنرده عليك يا غير انت حين جيت وشقلت شوقلت من السامان وكوت على بعيرك لين بعيرك ما يروم يحترج كيف انك الحين انت تبى تاخذ المير وتطرج. لا هذا الكلام ما يستوي من المفروض انك انت اول ما جيت قص علينا قصك وتقول انت ونحن هاي الساعة بنضرب فكر وبنطالع وبنعرف اللي نسوي شو اللي ما نسوي. نحن لو بنيس نقدر ظروف العالم هاي كلها عيل لا بعنا ولا اشترينا ها بويتي بالك مال صدقة وزكاة ونحن بوي تجار نحن ما بياسين نتصدق على اللي عنده واللي ما عنده. لا يا بوي هذا الكلام تعال من دونه دور لك رمستن غير هذه وساماننا مثل ما ركبناه مثل ما شدينا على بعيرك نحن والجماعة هذين برد ابوي بنزل قطعة تنقطع. قال لي يابا رد علي راعي عده راعي البعير قال دخيل الله ثم دخيلك والله يا ما في بيتي غير الماء وعندي حرمة وعيال واني لو ما بمحتاي وانا معسر اصبر علي لين الله راي وان شاء الله اني بيبلك حقك لين مكانك. حاول راعي البعير حاول راعي البعير بشتى الطرق ابدا ما شي حيله لا شيء لا حيله ولا حوى نشب وراء الدكان وتعاون مع الجماعه اللي هناك اثنين وقالوا ابتدوا بينزلون السامان من اللي شدوا على البعير بينزلونه خلاص ما شيء فايده ولان ريال من البعد ترى مثل ما ابتدينا القصه قلنا لك ترى يتجمعون عند المحلات الدكيكينات هاي العرب ياخذون علوم بعض وعلوم المطر وعلوم العشب وعلوم الحية وعلوم الناس من حية ومن ما تتجمعون كل هالفرقان الفرقان هذه متناثرة وكل منهم يجيب الخبر والعلم يتجمعون عند الدكان. عفد واحد من 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 بين الشباب اللي جالسين هناك ريال لان الريال هذا فطين يعرف عنده خبرة في العرب ويعرف الريال من الريايين مسير يومين يعرف الصالح من الطالح العدل من المايل مسير ترى البدو يخص هذا الريال ابويا عنده. قال ابوي كم لك انت عند الريال هذا؟ قال ابوي انا لي 50 ريال حقي.
قال هذه الخمسين. شيء الثاني قال لا والله ترى الرجال راعي الدكان يبي يبيع، وهام منه بذاته، ما بهام منه منو بيديهن. الرجال يبي حقه، ان شاء الله يديهن ابليس ولا الشيطان اي كائن كان. سلم البيزات، نشب ويا الرجال النشمي هالي في خير، وادى الخمسين ريال حق راعي الدكان عن حساب راعي البعير. قال له كيف ابوي هذا الرجال حينه يوم ما في بيته الا الماء، اعطه انت اللي يباه، وهذا ابوي ما بالامراضك تم بيزاتك، هاي اللي هاي بيزاتك. عفد منك الرجال راعي البعير. قال له لا ابوي ما يستوي، خبرني انت منو، لازم تخبرني على كل حال انت من وش تكون وين تعرفني. هل انت تعرفني انت يوم سويت هالمعروف اللي فيي انا، سويت هالمعروف، هل انت تعرفني انا؟ بيني وبينك معرفه شيء، تعرفني سامع عني؟ يقول للرجال عدل يأدى، قال اسمع يا رويلي، ترى كان على طرف وكان نبيه ويسمع الحوار لي بينه وبين راعي البعير، بين راعي التكان وراعي البعير، وسمع الحوار كامل. قال له اسمع يا رويلي، هو اسم فلان بن فلان بن فلان الرويلي العنزي. قال له ابوي انت اليوم معسر، وانا اليوم الله ميسر علي، انا انسان حالي ما تعبان وحالتي زينه واللهم لك الحمد في شراغه، وانا اليوم ابوي هاي الشيء من عندي انا صفطان من خاطري الك، وانا تريا الاجر من الله سبحانه وتعالى، ما ترياه لا من زيد ولا من عبيد. قال له حاضر الاجر ان شاء الله انه ثابت، والأجر إن شاء الله إن بيك يا غير أنا أبوي، لا يدخل في عقلك إن بعيري بيثور، وأنت ما خبرتني من أنت، لازم تخبرني على كل حال، لازم. قال لدخيلك لا تحرمني الأجر، قال الأجر إن شاء الله إن بيوصلك يا غير، لازم تخبرني أنا من، لأن قال سلوم العرب من استوت الناس عيب ومنقود إن حد ينفعل بخير وينفعل بزين ويطرج من غير ما يخبر به، لأنك أنت مسوي فيه خير وإحسان، لازم أنا بطريع عند العرب، لأن العرب لازم تبقى تعرف من هالآدمي اللي سوى خير وإحسان لعسهم يشكرونه ويضيع صيته. وهذا الصيت لابد ترى الأول يدورون الصيت والسمعة من فعل الخير، ما بفهم من الزبو ومن الفشرة، لا الصيت أي في ليلة نظلم بالك. شبوي راعي البعير وبط بعمره هاك اليمين هاك الدين واليمين، لأن ما يثور البعير قبل ما تخبرني أنت من تكون. قال الحين مدام كنت جدمتها اليمين عيل، أنا اسمي محمد حميدان الفيحاني المطيري، هذا اسمي. نش البدوي راعي البعير رويلي صار عند راعي الدكان، قال حق راعي الدكان كتبوا لي اسم الرجال هذا، كتبوه اللي اسمع سب ما انساه، انا ساير في الطريق وسبحان الله خير بلي شر يكون يطرع علي هالاسم. كتبوا له الاسم وقبض طريقه وطرق. محمد بن حميدان الفيحاني المطيري على الله يحفظكم كان مشتغل في الكويت، كان مشتغل في الكويت وعنده موتر فرد وهاك الوقت، وكان حاله ميسور يعني وبخير وسهالة هو وما عليه قصيرة. الوقت هذا كل 10 بيوت شعر متشاركات بتفرت واحد، كل 10 بيوت الأول ما حد عنده بيزات، من يروم يشتري بفرت هاك الزمان ما حد يروم، كل 10 خيام من الناس الكديد اللي عندهم خير يعني عندهم أبوية فرت واحد ويتشاركون فيه، وهو عنده بيت وعنده فرت، معناته ان حاله اخير عن 10 بيوت، هذا المقصود فهمه، يعني حاله بخير وسهاله، يعني مش حاله حال الناس العاديين، ميسور الحال الرجال هذا. ومحمد الله يحفظكم بن حميدان الفيحاني المطيري راعي حلال وراعي علم وراعي خبر ويصدر ويورد وبنعمه وبيته ملفه ويكرم الضيفان وراعي حلال ويعني كل من بقى شيء حايه
دق باب الفيحاني، كل من بغى رزق ولا نصيب دق باب الفيحاني، وكل من بغى سلف راح عند الفيحاني، وكل من بغى عينية ولا يبغي أي مساعدة ما يقصر هذا الرجال، كريم الكرم ظاهر عيونه. خطوة السنة الأولية وخطوة السنة الثانية والثالثة والرابعة ترد الحال، ترد الحال ونفذ الحلال، وقال اللي في يده الفيحاني، الفيحاني قال اللي في يده آخر ما تم عنده الفرت، نشي وباع الفرت. أنت يا ابن الفيحاني المطيري بن حميدان، باع الفرت، الفرت مردود، الفرت سده لمدة 7 شهور 9 شهور عبرا، شيء مخروج لكن ما شيء دخل، ما شيء عندهم يدخل عليهم، الحال متدهور والوقت شحيح الخير. آزم لين وصلت فيه المواصيل لين يوصل عند الدكان ويرد أنا ما عنده شيء يشتري من الدكان، صابه ما صاب الرويلي، الرويلي راعي البعير تهدونه، صابه ما صاب الرويلي، لا إله إلا الله، صفعته الدنيا وين ما يجبل، وين ما يجبل بويه، ولأن الدنيا سودة مصخمة قدامه، ما تيسرت الأمور وهو ساكن في حفر الباطن، شو بيسوي؟ والريال عازم يخيل من العرب يتصدد عنهم، بيته ملفة العرب كلها تيه، وعازم يستحي كل يوم حد يدور عينية واللي يدور خير واللي يدور رحمة من عقب الله، يعني ما حصل شيء من عند، يعني يخيل يتعذرهم، ترى البدوي ما حد أسوى عن شيمته اجتله ولا أنه يتعذر، يوم ما عندي صحة من لحم ينبه يا خير، ضاقت به الدنيا، آخر ما كان عنده الفرت وباعه وتم يكرم ضيفانه، يا خير ما عنده شيء، خلاص الحين هذه خلية وهذه اللي قبض فيها التليفون ما فيها شيء، ما بيدي حيلة، ما عنده لا حال لا حلال ولا مال، مرة معبره عن هالدنيا المايه قراح. جلس بينه وبين نفسه الحميداني يقول الأول أنا بيتي ملفة ومن طحني عطيته اللي يباه، من ياني عطيته اللي يباه، ما رد حد، وبيتي ابوي كل يوم 3 و4 ذباح، والحيران ينعقرن والخير مكود، الحين هنا كم بصد بويه، كم بصد بعمري، وين بسير؟ نش ابوي رمس ام عياله قالها يا بنت الشيبه الحين هنا حفر الباطن ما ضمني، انا لازم اطالع لي دار غير عن هالدار، اسير بلاد ما حد يعرفني فيها، لان طرطر نعود ما يترقع، مصيبه نعود من انك تكون في صدر المدفع الى انك الحين مره مبورك على الصدر وحين على التفر، ما يستوي. الأول أنا من حد ييني أقضي شفه ولا قصر، والحين هنا عزمت تلفت ودير ويه عن الريايل، أبوي هنا حين بطالع لي دار يكون ما حد يعرفني فيها، وإن شاء الله وقت ما الله يسر الأمور إني برد حفر الباطن. هي شو بيسوي؟ من قلت لا حيلة، قال انفخ يا شريم، قال ما هنا برطم، شو بيسوي فقير؟ وين بيدق براسه؟ وين بيدق براسه؟ الله يحفظكم. وقع اختياره على عرعر، قال حق ام عياله ان شاء الله بيصير عرعر، وفي عرعر يعني الله يحفظكم شيء الامير من الصداره، الامير من الصداره اسمه الامير محمد بن احمد سديري، هو امير منطقه عرعر، والله وقف له ونيت، قال لأبوي عندك الحين أنا وأم عيالي وهالوليد وبيت الشعر، كم بتودينا عرعر؟ قال 3 ريال، قال توكل على الله، وسار أبوي عرعر وضك أبوي قرب الأمارة ودق خيمته بيت الشعر، دق الخيم وهو يشتغل يين أصبح الصبح مضروب بيت الشعر، مرة زاهد مدقوق وتحولوا وسكنوا والأمير، وفي بينه وبين الأمير معرفة قديمة، صلت معرفة بينه وبين الأمير سديري، معرفة أنت يا الحميداني، بينه وبين الأمير سديري معرفة
خفيفة يعني ما بصداقة، يا غير يتعارفون. نشبوي مثل ما قلت لكم ودق بيت الشعر، وأصبح الصبح عرفوا أنه أنك أنت يا الفيحاني ضويت عرعر، والناس صارت حدون شافوا بيت الشعر. سكن حين الفيحاني قرب الأمارة، مرة عند مبنى الأمارة، ونشبوي أنت يا الأمير محمد سديري، وطرش ابوي على واحد من رباعته وقال ابوي وصل بيت الخيم بيت الشعر هالي تو مدقوق، وقول له ابوي يقول لك الامير قرب بتقهوى عنده يوم يا، قال ان شاء الله ويا عندك انت يا الحميداني، وقال حق الحميداني ابوي الامير فلان الفلاني محمد السديري يقول لك قرب على بتقهوى عنده. يوم وصل ويه تعرفوا مرحبا بسديري ومرحبا بالفيحاني المطيري، وتوايها هذا من متحفر بيعه، قال له ابوي عيال حينه انت وصلت، ويا غير انا اليوم غدا الشيوخ القبايل لي في عرعر كلها بتغدى عندي انا، وان شاء الله انك انت بتكون ويانا على المايوب هذا. قال الحميداني والله ابركها من ساعه ان شاء الله اني بتغدى عندك، مدامك انت حين عازم هالشيوخ عطران هالشوارب الرجال اللي فيها خير، يا غير انا حين تقهويت بوصل بيتي وان شاء الله من اصلي الظهر اني بيكم على الغداء، مجابل الشيوخ اللي فيها خير هذه هي الغناء بعينها، وان شاء الله اني بتغدى وياكم. وصل وتغدى وعين من الله خير، نشوح من الجماعة من الموجودين، قال حق الشيخ حق الامير يا سمو الامير اسمع طال عمرك انت وضيوفك تراكم اليوم معزومين عندي على العشاء، ترى السديري مغدنهم ذبيحتين ونش هذاك الرجال عشاهم ذبيحتين، وبعد في يوم حضر بعد حاضرهم على العشاء، استوت دائرة عبارة كل يوم غدا عند حد وعشاء عند حد، كل يوم غدا عند حد وعشاء عند حد، وبينهم الفيحاني المطيري يستعزم العزايم. لكم انتم دارت الدائرة تقريبا اسبوعين لو ثلاثة أسابيع بين غدا وعشاء، كل حد كل يوم يدور على حد الغدا والعشاء، حد غدا وحد عشاء حد غدا، دائرة عند العرب مستوت الدنيا، حتى نحن في أبوظبي في البقع كلها العرب يعني، حتى الأول يوم نحن يهال وبيوت العرب الأولي حتى الحين من حد يل في بيت حد ضيف واستعزم عنده كل حد بوي يوم غدا ويوم عشاء، ولين تخط دوري يسمونها المراد يوم ويب من الجماعة كلهم يمكن طاف أسبوعين والأسبوع الثالث. نش أبوي الفيحاني نسى عمره أنه أبوي هو ما عنده شيء ولا يايد ولا يعلم، نش أبوي عزم بالجماعة قال يا جماعة ترى أبوي غداكم الجابلة عندي أنا، باكر أنت يا سمو الأمير وربعك كلهم تاك معزومين على الغداء عندي جابلة باكر. صار عزموا له استعزموا عند الفيحاني، وظهر مميلس الشيخ يبي بيت الشعر يبي بيته، وهو ساير بيته الفيحاني من الكدر اللي فيه يضرب اخماس بسداس يلومي ويا فضايحي من وين بجيب غدا غدي الجماعه، من وين بغديهم يا عجايل الله، تم يضرب اخماس بسداس وهو يمشي طاح بشته عن كتفه، ترى والعرب تنقد والناس تعرف الرجال مسير يومين كان الرجال بخير ولا تعبان ولا في ضر ولا يشكو، لان من تغير هندام الرجال عقاله ما بعدل ولا سفرته محتاسه ولا بشته طايح من على كتفه عرفوا ان الرجال في ضر ما بسليم. هباب ما وصل بيته بيت الشعر، ولن ما في عين قطرة من اللوم والمستحق شو بيسوي، هذه مصيبة ما شيء كبرها، ولن ما في عين قطرة شافت هذا أم عياله، شو عندك يا أبو فيحان شو في خاطرك شو صايب إنك رب ما تشكو من باس، قال أبوي الحمد لله الأمور طيبة لكن أبوي هلكيت السالفة بيتي لا به زاد ولا به حلال، لا عنده مير ولا عنده حلال عسب يذبحه، والحين هذا ما استوى ويلوم شو بنسوي، يعني الرجال خطر عليه يموت،
نشت بويابت له بوي من جيبك طيرة ماء ورششت على وجهه وقرت عليه وسقته قطرة ماء. قالت له اذكر الله اذكر الله اذكر الله، لا تحاتي ما طحت الا واجه عاد حرمته. اذكر الله يا ابو فيحان رب العالمين، ان شاء الله انه بيملك. قالت كيف بيملني؟ وين بعشي الجماعه؟ كيف بعشيهم؟ عشاهم ترى عشا وعازمنهم واستعمى بغدا على عشاء. قالت له ان شاء الله رب العالمين الله بيملك. بين بي متى بيتعشون عندك؟ قال بكره. قالت اي ها بشرب الخير من اليوم لين بكره رب العالمين ان شاء الله بيفرجها عليك، ولا تقنطوا من رحمه الله، انت حين لا تيس. قال حين لا بقربي، حين حد من ابني عمي ولا حد من جماعتي، حين وين بسير ادين حق اكرم ضيوفي؟ انا ما اعرف الا هاللي عازمنهم، هم الضيوف اللي انا عازمن بتسلف من عندهم حقهم زربطونهم، ما لي في العقل. قالت ان شاء الله رب العالمين بيملك العشاء باكر، وان شاء الله من اليوم لين باكر يدور لك 600 راي. فرج الله جريب، العشاء بالليلة العشاء باكر، ومن اليوم لين باكر رب العالمين بيفرجها عليك، رب العالمين ما بيخذلك، انت انسان كريم والكريم رب العالمين بيسر اموره وين ما يجبل. اعطته العزم وردت له شوية الحاسية وغدا بخير وسهالة وغسل وجهه ونسال جداء يشاهد المغدر، يشاهد المغدر ويشوف عاده الدنيا، يتفكر في خلق الله. وهي تدعي الحرمة، تدعي يا الله يا رب تفرج على أبو فيحان، يا الله يا رب أنك ترزجه أما يعشي ضيوفه باكر، يا الله يا رب أنك تيمد أبو فيحان في ضيفانه، يا الله يا رب أنك تيمد أبو فيحان بضيفانه. وهم صادين جدا المغدر، وكانت نشوى تشوف على مد النظر ريال يسوق دبشه عندي يميع الحلال قطيع. كانت تقول له قم يا ابو فيحان، هذا رجال يذود دبشه بجدا المغدر بيسجي لك، ان توصله واطلبه ورب العالمين ان شاء الله ان شاء الله انه بيعطيك ذبيحتين. نش ابويه ما بفد مايم الفيحاني، وصار ابو جدا الرجال سلام عليك. قال عليكم السلام. الله الله في يا الشيخ، انا ابوي هلكيت سالفتي ولا ايد في بيتي غير الماء، وعزمت جماعتنا ابوي يستعزموني وباكر ابوي عشاهم عندي، وطالب الله من ثم طالب انك تتيمل وتعطيني ذبيحتين، وان شاء الله انك ما بتدورني، انا اللي بدورك وبينك ابوي بيزات حلالك وين ما تكون ان الله راضي. يقول هذا ترى بيتي، بيت الشعر اللي يشوف العود هذا بيتي انا، يا غير انا ما ايد فلوس اديك عند ذبايحك هذه، يا غير تيمل انا عازم الشيوخ وعازم عرب وداخل على الله ثم من ثم عليك، انك ما تخذلي ومالي من عقب الله الا انت، واللي عازمنهم هم هالفريج هذه الشيخ وربعه، وانا ما يليش في العقل اني بتسلف من عند الشيوخ بطعمهم، يا غير حينه طالب الله ثم طالب انك. راعي الحلال عرج ونشف وتم يتنافر، بطب عمره بهاك اليمين سامحني ثم سامحني، الحلال له هو لي ما بردك عنه، يا غير ابوي الحلال هذا امانه وصب به ريال ميت الريال الحي، وصب بميت الحي وبس موحى من جنابك تسمع. ولعد وانا سايق الدبش هب اوديها الامانه حق ريال موجود في عرعر. قال له المن هالحلال مودنه انت؟ قال مودنه حق واحد مطيري. يوم قال مطيري فز قلبه، قال يمكن حب من جماعتنا ولا بني عمنا موجود قربي، وان شاء الله اني بروح له وباخذ من عنده لو راسين اتيمل بهن بضيفاني. قال دخيل والديك خبرني حق منو من المطران هذا مطر شات هاي هالذبايح منو له؟ يمكن انه يخصني ولا ابن عمي ولا شيء يقرب لي، وانه بيفتش كربتي يعني دخيل الله ابا راسين ما اريد افتضح بضيفاني. قال الحلال هذا موصب بمتوفي ريال متوفي الريال الحي، الريال
الحي اسمه محمد بن حميدان اللي في حاني المطيري. قال يا رجال انت تمزح ولا تتكلم صدق؟ قال لا والله نش واجف بفيحان. قال له انت تمزح، انت صاحي، انت مينون، انت تمزح، انت تتهزابي. قال له لا والله انا لا اعرف كلام من باب ولا مسبع، كيف امزح انا ويا انسان ما اعرفه؟ انت اللي نازل علي في مواد الماء وانا ما بيني وبينك معرفه. انا الحلاها. قال له انا الرجال اللي مطلوب، انا اللي تطريه، انا الرجال هو انا ابوي ابو فيحان، انا الفيحاني المطيري. نشت وياه وياه وخذ علمه واخبره وقربه في وجه بيته وحب على راسه. قال له كيف ما عرفتني؟ قال كيف ما عرفتني؟ قال ما تحيد من زمان الرويلي اللي انت اديت عنه 50 ريال؟ انا ولده، انا ولده، وابوي قبل ما يتوفى قال هذه الفلوس خذناها بهن حلال، ومن هذاك الوقت الحلال تكاثر. وقال ابوهم، ابوهم وصعد الولد، قال له ندامي حي ترى الحلال هذا موجود عندنا، وانغمضت عيني ترى الحلال هذا توصلونه حق الفيحاني لمطيري في اي مكان إن يكون، وسمعنا انك انت يا الفيحاني قابض دايره وتدور بين البدوان وغداك عند في مكان وعشاك عند في مكان، وعرف انك موجود في هالبلاد، وانا جاي انك من بلادي لين عندك هني. يوم استقربت المكان هذا جيتك مخصوص متعني بالحلال ضبطينا. قال دهر ندور موتر يشلنا نحن بالحلال اليوم مباشر، اليوم ما لقطنا موتر يشل الحلال يوصله لك في بقعك اللي هي حفر الباطن. يا غير يوم عرفنا انك انت موجود في عرعر قلنا بنحوش الدبش بنوصلها لك. قال انا اسمي محمد بن فلان بن فلان بن فلان الرويلي، ما ذكرت من المدة الفلانية ياك ريال عندك كان وانت أديت عن 50 ريال، والريال هذا قبض طريجه ويا بلاده واشترى واستوى عنده خير وحلال واشترى بفلوسك حلال، وقال هالحلال بربيهن وقت ما تكاثرن والله راد لي وقدرت أوصل بلادي ترانا بوصلهن، وصانا نحن يا عياله مدامنا حيين ترانا وإن شاء الله أننا نكون حيين نوصل لك الحلال وين تكون. ومن مدة توفى أبونا ويطلب كل باحة ويحله وحله وبيحه أن أبونا توفى الله يغفر، يا غير وصى بالحلال ها وصله وين تكون، وحين يوم عرفنا أنك أنت هني يبنى لك الحلال لين مكانك. ويزاك الله خير وبارك الله فيك. شبوي فرح وشل أبوي راسين من الغنم وركبهن في بيكب ووداهن الدكان. وداهن الدكان ليش؟ ودات كان الأول العرب البدو يوم ما عندك فلوس تشل دبش دابش ولا بعير ولا ناقة ولا بكرة ولا حوار تودي عند راعي التكان يوم ما عندك كاش نقود. شو اللي يستوي؟ يجون عرب هناك ويقيمون الدابش اللي انت جايب منها وبفلوس سوي جيمته تشتري راشن لبيتك، ويا ابوي يجيمون ابوي راسين غنم ويدبون لك بكبلين عينه قشرات ويريوس ابوي جده بيت الشعر ويريوس ويسمى وينزلون السامان والمير كامل في بيت ام فيحان. وفرحة العرب وذبحوا ذبيحتين وعشوا ضيفانهم وفرحة العرب. ترى العربان هاك الزمان ما عندهم الفقه الديني لهالكثر، لكن النية السليمة البدو جليل، يعني ما عندهم فقه الدين اللي موجود حاليا. كل هالعرب اللي في الزمن اللي خطف اللي في البر واللي في البحر ما حد عنده العلم اللي موجود حاليا والدين اللي موجود الحالي والفقه في الدين والحلال من الحرام. يا غير ما ياكلون حلال حد ابدا ويدورون الخير ويدورون يساعدون الناس كلها لمرضات الله في حب الله يحب، ويدورون اللير من وين يكون. فشوفوا ايش قايل الانسان اللي يقدم الحسنات يستوفي اليمايل، مقدم الخير من كم سنه رد له اضعاف اضعاف ورد له في وقت هو
محتاي لأدنات الدون ورب العالمين ساق له قطيع دبش. شوفوا فعل الخير شو اللي يسوي. يلا صبحون على خير، سامحوني عاد اليوم، سامحوني اليوم طولت عليكم في القصة لأن قصة حقيقية ومنقود علي أني أنا أختصرت شيء منها لو حتى حرف، لأن رب العالمين بيحاسبني يكون أني أنا ما ظهرت لكم القصة كاملة، والله يسامحني كاني نسيت حرف ولا شياته، والعذر من جنابكم، وتصبحون على خير. يلا بما الله. صلاح انا بكبري موجود عندك؟ ولا تروح القلب همال متى؟ ابو العال سبعتين ما في الجيم؟ ايه زين. اول صباح الخير. اقول صباح الخير. صباح الخير. ايه شياك تنسى هالزمان؟ Thank you. شكرا. الأملت مالي أخليع مع فلفل حمر مبروش من فوق، والتسعين بالمية منه بروكلي، وشويونة بسطرمة وبيضة وحدة، ترى هذا اللي تشوفونه ترى بيضة وحدة، تكلت الثلثين وباجي الثلث على ما تشوفونها، لقمة وقرمة. ها لقمة وقرمة وهذا صلاح. صلاح شو رايك؟ ايه رقم واحد. ايه توافقني الراي؟ ايه سمعت الخروف الباحي انت؟ لا ليش؟ ايه خروف خاف؟ ما عارفه ما فيها خروف. هي فيها خروف. بس اليوم يعلى الله يحفظكم مبوني ناوي يسير دبي. ليش ناوي يسير دبي؟ ناوي يسير دبي، واحد من الجماعة شرها علي وقلت في خاطري ما فيها تريا لين الطول المدة انطالت بارت. صلاح بيشل لنا البشكارات تنام تشله. يلا زي شله يلا. هي تراها انطالت بارت، ولا دمي يوم حد بيسوي بين وبين ربيعة ولا حدا صدقانه اي شره ولا شياته يتلاحق عمره، لا يتريى يوم يومين وثلاثه انطالت بارت. والجفا يغلظ القلوب، ترى الجفا يغلظ القلوب، واللي يحيد عمره شرهان على ربيع ولا ربيع شرهان عليه يتلاحق عمره بسرع وقت. وين ساير؟ اشوف الحجر بابا. اسد بيطير اسد. لا اشوف سياره. تبديت من اسد انت؟ لا عني مصرف. منو حق هذا؟ أول انت عقب انا؟ ابي تشبب؟ حقك انت؟ انزين وين مالي انا؟ عشان واحد زايد صح؟ ايه هب ترون في الشاهي مالي. ايه شاب 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 حق منو؟ مو انت هذا. ايه حق مكران. هل شاب حقك تراها؟ هب حقي انا. شكرا 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 ولد احمد. هاي حياتنا نحن، يوم يعدي الحين دخلوهن داخل عن الشمس وساير. هل طول من المغرب من العصر العود لين الصبح اليوم الساعة 9 يكون الطيور خاري، يوم عدي حين يبناهن. مكران صعدت ما تريد شغل؟ يريد تسافر بلاد؟ ايوه. شو بلاك شي يعورك؟ ما دور ليش؟ رياضة. تريد تسافر بلاد عشان رياضة؟ لا شوي زين قلبي زين قلبي زين. زي اصبر احنا بنرث الرطب. عليكم السلام.
يا سلام يا سلام يا سلام. صلاح سلمت على الرجال؟ دخل بعد إيلس. إيلس يا سكنيتشر كان ما بتوديني بداهي انت. هالشغلة اللي من حما حصلنا من وراها مدخول ولا فايدة. How many years now? No income. 3 years. No income, why? It's coming, sir. When? عقب ما شو اسمه يشيب الغراب. وين؟ ان شاء الله. صلاح كل بتشي مدخول ما عاد بس اللي احنا يركض 100 اصبع لين يمشي كل يوم سيجنتشر سيجنتشر وعلى الخالي خرطي شو؟ خرطي خرطي قلنا خرطي قلنا لهم خرطي قال ابوي ظهر من عدن. امين امين امين. ها ابدا من يجي طربلو يعني حشرنا قاق وقاق وقاق وقاق. طيبات جورنات جارينا ها على ما تشوفون العام صورين وانا بحاول الحين ها اظهر لكم اياها. هاي دعامة انت مفروض داخل شيء طعامة صح ولا لا؟ بلية طعامة هذه الوحدة الأولية ها هذه الثانية هذه اسمها نادرة اسمها نادرة هو وزرعت منها العرب قبل 8 سنين وين اللهم لك الحمد مبشرة قبل العرب كلها. والحمد لله العام صورته والسنة صورت لكم إياها يا هيلس الحين الخلا هذه أم هوي خارف هذه من أي مكان ما بمالة العام أي جديدة يعني أكثر عن وحدة شيء عندنا سيم سيم هذا غير الحين هذه وهذه والمات العام غير ولا هي نفسها ما العام اللي عند الباب هذا غير هذا غير كيف يعني اثنين عندنا سيم سيم هكذا عندنا من ثلاثة ما شاء الله واثنين هني شو شغل اشتغلوا في بطنك الدخاتر توني برا توني برا توني ود خاري ويجيب الطيور داخل ويلا بنسير بنطالع احنا برد يلا هنا خار واجد ما علي ما علي باس ما علي باس فأقول لكم طعمها وحالك درام كاتشر تعال شفت يوم تقرم قلم الشكر يا غير قلم شكر سبحان الله توه مبشر إلا 3 رطيبات اليوم هذا شو تبي تقول صلاح؟ أنا تبي تسافر. أنا؟ شو بلاني؟ لا عديت أول بسافر. لا أول بسافر أنا. أنا بسافر تاريخ 4/8 وبارد تاريخ 29 المهم 21 يوم أنا سفاري. من أرد بنصير عنده وبرلك عروس. أنت شو تبي الحين؟ تبي تعرس قبل ما سافر ولا عقب ما سافر؟ لا أول يعني أول. تبي تعرس قبل؟ يا ربي صلاح ما يستغل لا حبيبي عقب ما رد الحين يوم الوقت ما حد بيجي عرسك حر تبي الناس تي لازم يكون براد شو رايك؟ شو رايكم؟ الحين اسالهم ما قالوا زين اترياهم هم يقولون زين حلو زين اللي ساكن ابو محمد وابا الاسكريم اللي ماكل من ابو محمد اللي حرم علي ياخذ طياره وارد عقد طول بعمرك يا ابو محمد ما تقصر عني يا فداك الحين بسافر وانا مرتاحه الله يوم دليتني الله يطول بعمرك ويخليك ويحفظك وييسر امورك ان شاء الله يعني في داعة الله في حفظ الرحمن في حفظ الرحمن يا بنت الشيبه وهذا على الله يحفظكم من انتاج مدينه محمد بن زايد الهمبه الولايتي لقيد نمونه وريحته تغرب في خمرة الراس خنينة ريحته يا غير ما ثمرت وايد العام ثامر بالهبل ما شاء الله يا غير السنة قلم من ذل أصلا كل الهمبة في البلاد السنة الانتاج وايد ضعيف يمكن 10% المحصول
في البلاد كلها يعني. شو سبب؟ السبب ان وقت الازهار كان ابتدى الحر، يوم يبتدي الحر الزهرة ما تعقد، فلذلك كل اللي زهر في ظهور بداية الحر فكل حت، لأنه ما تلقى حت الزهرة، فلذلك إنتاج السنة أضعف إنتاج مر في خلال ما أدري يمكن لك 600 سنة. الله مالك الحمد. بعد شوي حبتين ثلاث ريحته ولا جميهته شيء ولا ما شيء. هذه هي علم يا بك إن شاء الله الجنة، يعلى الله يرحم والده والدي من رباه. حافظ عليه من اللوز، يا حافظ على اللوز، طاح اللوز ما زينها صدق، نحباته صغيرة يا غير. شيفت وريحت يا ابوك روحة تضرب في خبرة الراس. يا علم يا ابوك الجنة، يلا الله يرحم والديك، مشكور يا فارس وما قصرت. يا سلام سلم، يا سلام. حتى رقاد ما عندك انت، شو تبين؟ Thank you. شكرا جزيلا، شكرا بو جزيلا يا ابو اليازي، على الله يسلمك ويطول بعمرك ويحفظك، وكل الشكر لك والتقدير على هاللوز الفنان لولايتي. Thank you. شو عندك انت بعد؟ يا ربي من هالطحان وين بخف انا؟ وين بيخف الوزن؟ وكل اللي يسوق. هيوم يقول لك دواء، هذا الدواء، هذا بوي اللوز الحمريج، وهذا بوي يسمونها الصلامة، ولي داخل الصلامة يسمون الصلم. وين يبتاع هذا لي داخلها؟ بس في البحرين يجمعونه بلمنن، وغالي سعره، أغلى عن سعر الصنوبر، وأغلى عن هو هي ولا أغلى عن سعر الصنوبر، وأغلى حتى عن الكاجو والكازا، وأغلى عن كل ما أنواع المكسرات، وما يبتاع إلا في البحرين من كثر لأن لوز البحرين يكسرونه، يشلون الصلم، يكسرون الصلامة من عقب ما تيبس. زين المهم اللوز وايد حلوة. شو الكلام؟ أخبركم عنها نادرة، شو ما شاء الله تبارك، بعد ضربتنها سوسة فقيرة التعوينها، شو بعدها خضراء ثلاث عندنا، هاي وحدة ها بعدها حتى ما بشرت، هالي عند الباب للعام قصينا منها بتحيدونها، هاي هي العامية. شيء وحدة خدتها يا غير، هاي تبشر قبل شيء وبعده. تعال مكران، وين من هالتا هي؟ ايوه هذه ها، شوفوها ها هذه، ايوه خلي لا تخرب، لا تخرب، اصبر 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 اللي قل الصبر اصبر. هذه ها هاي هنتين خوات يا غير، وحده تقدم وحده تاخر، هذه بعدها تدروبها متى تقيض؟ هاي تقيض الله يحفظكم عقب العيد العود، من يوجف الرطب خاصه الاخلاص، من وقف الاخلاص قاضت هذه. هاي اللي توك خارف منها صح؟ ايوه ها، هذه تو اللي خربناها اللي على ما تشوفونها. احنا بنرويكم وانا اصور. ايش قال؟ ها شو هاي، ها فيلم ها. شوفوا سبحان الله وهي فمها، لا تقولون مشويص ولا هب منبتها، هذه وحده وهذه الثانيه. الحين بقص لكم من هذه وهي فمها، اصبر لا تحرج، ساكت، خلع كل شيء على ما هو عليه. شو مثل ما قلت لكم، شوف وطعمها يا غير ناريل، سبحانك يا رب. ها بقرمها يا غير ما بمغسوله ما في، لما اقول ها هاي العاميه شوفوها، هاي نادر عاد متى تقيض، ها شوفوا بعدها خضر اطرافها، متى بتقيض هذه؟ تقيض عقب العيد العود. ها هاي طعمها بعد يختلف عن هاي. ها. لا تقول ما رويها جداكم علني علني، ها العام صورنها. ها ها
زين ولا تقولون مشويس ها ولا بوائد عج ولو عجين ها شو كم عج واحد اثنين ثلاثة طيب فوق أربعة خمسة ستة سبعة ثمان تعذوج مخلي عليها ها شو ما شاء الله تبارك الرحمن وتشوف الوحدة لغير مخبات شوزن تبارك الرحمن ها شو كم أطولها شيء فنان أقول لكم كل شيء مخالف أنا عندي حتى أنا خلي غير عن العرب مكران كم واحد في داخل عندنا هذا نمونة شيء واحد هناك كبير كم واحد فيه واحد فيها أول سنة يجدها أو بشرة بشر عندنا ثلاث هنتين يجد من وواحدة تأخر هاي اللي يتأخر وهنتين هذيل هن اللي يجد من الحين ويا الخلاص يقيون وين منها لا لا خلي الطلق يوم شيء بيطيح بالأشياء يروح يحت اللهم لك الحمد تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ترى على فكرة ما شيء يسوي الحر يقولون يستوي حر الساعة واحدة وهنتين الظهر ها كل شيء يبي يسافر تيجو افتح شوي جدر يلا بسرعة لا تسخن زين افتح لنا نقطة وين الجدر ايوه اعطي الطاسة هاي سيترو بسرعة هاي جدر بالمية ما شاء الله تبارك الرحمن الأولي وقف الحين ابوي بنرويك بمريال الثاني انت ما برايك شوف ما شاء الله الدهنة تبارك الرحمن غير ذهب ذهب وريحته غير نمونه تعيدون المريه اللي قبل ثلاثة ايام اي ها سلم عليكم ها شو ما شاء الله دهن ذواب ناضي رقم واحد ها رقم واحد الدهن ما تيمد ولا تيب مفلفصة من ضايلين هذا منه لا فيها نسبة رطوبة حتى واحد بالمية يلا غطى غطى من يبرد صبوه في ذباب وشايفه غراس ها هذا من يصير يبرد أقولكم الوجه إذا الله جعلنا من الحيين محكمة وضبي عندي بوي شغيل مراجعات شويون بخلصن وخلاف بسير أنا ملاصقت إنها مال هيئة المعاشات مال متقاعدين بسير بعد عندي مراجعة وبرد البيت وبتغدى وبحط راسي وبرد مبوني قلت لكم بسير دبي غير خنت الحمد لله الحية وطاحت والشرها وطاحت وفك الله سعيد من عمه من سيرة دبي أتوقع أني اليوم المغرب بسير العين ولا باكر الضحى بسير لا باكر بسير العين إن شاء الله عندي شغلة وبرد أخبركم بها باكر أو في حينها إن الله راد إلى اللقاء وأنا ساير بارب سوي أخر شايف الخاطر بارك الله فيك هي لأني أمس جاي من دبي واليوم برد دبي بيتوحوني العرب بيقولون أبوه شو هناك ورث ابوك انت في دبي كل يوم الا دمبك ساير ودمبك ياك هي لا ناهيك انه بعد يوم الخميس بعدني بارد دبي ترى ابوي البحر قفال جهنم البحر يطبخ البحر يطبخ زين يلا مالا ندموني حد من العرب بس كونوا بهذروان تدروبي أما تستعمل الفالي باركينج إذا يكون يعني مستعجل إذا يكون أنا مستعجل أستعمل الفالي باركينج ولا أحتد على الفالي باركينج لكن إذا ما بمستعجل ولا عندي شغل ما يمنع أني أتمشى خمس دقائق لين المحكمة ما شي بين المحكمة ثلاث أربع سيدات بوصلها يعني هذا كله فيتامين دال ودقك الشمس ما بلا من كنديشن لي كنديشن بعد الشمس تراها الها منفع ومنفعتها
ما يحس بها الا اللي فاقدنها، ما تشوفون له جانب هضاب تظهر الشمس، تفسخوا غدا وابدا سلط ملط على ما قالوا هالاول، ويتسلقون في الشمس لان فوايدها وايد. اظني كان الحين وقت الشمس زين، لكن ما بنص النهار عادي يصير دقكم دقه شمس تقولون مني انا، ما يخصني ابوي كل حد يسوي على هواه، تقولون قال لنا. هذا الفرد يا حبيبي، هذا الفرد ما شاء الله ما شاء الله يأذي اللونه مجدد، طبعا مسوي له ريستريشن كامل غير عادي. شوف معلوماته موديل 47 فلات بيد 1.8. خلنا نشوف حجمه، هذه مكينته ستة سلندر طبعا، هو مجدد بالكامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. كيف حالكم؟ كيف انتم؟ شو امسيتوا؟ في واحد توني تو دخل علي ويلس، تخيلوا حتى ما قال السلام عليكم ولا ويهني ولا قال لي اخوي انت وين ولا اني ظاهر عنك من الصبح ولا ما شفتك. واحد اسمه اول حرف من اسمه، اول حرف من اسمه صلاح، تعرفونه؟ ما تعرفونه؟ اسمه صلاح، يا ويلس عدالي ما قال لي سلام عليكم ولا حبني على وجهي هنيها، ما حبني ما ادري ليش ما حبني، لا هنيها ليش ما حب اي صح دعت ركبتي اخ عليك صلاح، اخ عليك باع 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 ماكل بعير انت، انت بتيب على تصوير انزين بتصير وياي؟ لا 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 قم صلاه صلاه، ما بتصلي اليوم؟ جاي ما صل ما اليوم في اليوم؟ دا بثنين ها جمع غسل؟ غسل طالب غسل زين، ما عيب على سفر هاكمكم في بانكوك مسافرين الحين، لا ما مسافرين احنا في البلاد، البلاد ما يسوي جمع غسل ولا خير؟ خير بس مصمم؟ مصمم ما بتخلف الموجه بتتم على جمع غسل غسل رمد العين ولا عماها ولا ماشي يا صراحه صح ما باليد صح صح انت هذا مذهبك غير نمونه يا صلاح إيه؟ انت الاول تصلي الفرض بفرضه احنا منين ها ها وين يلا قم يا صل الاول اول ما الاول يا الملاك ادري باذان حبيبي اقول لكم السؤال كان كالتالي، شفت الصور اللي توني طرحت لكم اياهم؟ هذا اللومي احترق اللومي والهمبه كل جلفة وتحرق بهالطريقة، وايدين يسألون شو الحل؟ هذا أبويه
ما له حل. حل يمكن تقدرون تلفون الموضوع تلطيف يغير حل جذري ماله. هذا يجي شفته من كم من يوم يتنا لواهيب اللاهوب هذا مش شرط هذا يجي من سنة لين سنة من حول لين حول. هذا تي سموم لاهوب هذا يحرق بيوه العرب ما بيحرق شيارة ورقة لورقة خضرة فقيرة أدنات الدون تعول منه ما باركم. لازم هذا شيء لا بد منه. هذا لا بد منه له علاج نمونتين ما بعلاج بعد يمكن يساعد 5% فقط من حل الموضوع اللي هو الحيضان دور ما دار لبقعها ودرامات اللي مزرها ما هذا تلطف شيء بسيط والري بطريقة منتظمة يعني الفير والمغرب لازم الدنيا شوية فيها رطوبة تحت الزراعة لكن هذا بعد يسوي ترى فطريات يعني حسنة يتبعها هذا يعني هذا شرا لا بد منه. فهذا بوي ما له علاج ما له علاج أبدا ما له علاج لكم إلا أنكم تستخلفون الله سبحانه وتعالى وأنكم أبوي من يخاف في الموسم هذا بمقص مال زراعة ما بمشارة ولا شيات ولا داس لا بمقص مال تقليم خاص للتقليم تقصصون الأطراف اللي يبست وهذا وتعققونه ورب العالمين إن شاء الله بيطرح البركة في الشيار. شو بتسوي يعني هذا أمر الله يعني أمر الله ماشي على البشر وين الشيار يعني هذا شيء مفروغ منه. الواحد يتوكل على الله ومن توكل على الله ما فال. تقول لنا محد تدربه وين زابن ابوي عند البشكارات انا ما طاق انا ظني بيبين وين هذا راسه جنة جالس في المطبخ جالس في نص المطابخ عندها بيموت علي جلسة البشكارات بيموت علي جلسة صلاح وين شبي سنك ايه انت قطو المطابخ قطو المطابخ انت تصبر ما في له صلاح ايه للصلاح مدام بس وين بسير بس اخذ شو بتي صلاح باكر بتريق عندي ولا لا ها انت بتريق شو شورك عنده انت الارباب مبهو اي تعال تريقون عندي ولا يبي يرقد الصبح ثمان بتون رياضة الساعة كم خلاص انزين ما تخلصوا الرياضة يسبح يعيننا الله خير خلوا ياكل تفاحة وتعالوا ياي ها شو سووا به شو صبيت دباب حفيظ ولا بس كل الاغراش وايد زين وين أكثر يطلبون غراش لو دبة أكثر شيء طلبية وين زيادة غرشي ولا دبة كرشة زيادة دبة فيه بس كرشة زيادة إيه ما شاء الله الدباب ما يسوي واجد نفر يريد دبة زيادة طلبية يريد غرش زيادة ها بس ينزل يدك هاي ايد نزل هاي يد خليك شي واجب وقف خلي نزل يدك خليك شي ما شاء الله ما شاء الله شو هذا هل متقديت شو تسرط انت وايد تاكل ما كنت الاول رقم واحد راح يجي دبه ما في زين سودايت ايه شوف ها حفيظ ما شاء الله عليه ها شوف ما شاء الله تبارك الرحمن على دوابك
بارك الله فيك أدوارك. الحناية؟ يسا. سلام عليكم. سلم عليكم قبل ليوة. إيه. دخل السعودية حينا. يلا في مال له. Thank you. ما شاء الله المرية اللي قبل كله وقف يمكن تم من 3 أو 4 غراج. قلت في خاطري ما في يسير وأخلي البيت بلا يد هنا. حد يطلب ولا شيات ولأنه شيء زاهب قدامه. بيستوي جدر عقب يومين مريل واللي عقبه بعد مريل ترى مريلين الحين اللي يبين كل ابوي ماخوذات هاي لك تشكي يبونهن تشكي كامل مريلين اللي يبين من عقبها هذا لنا هذا للجمهور يعني الجماعة والمريلين اللي يبين تشكي كامل قال دبي ايه دبي تبارك الرحمن ما شاء الله عليهم والله الله يحفظهم. زين الله يحفظكم حطيت صورة هنا حرمة توها طرشت لي خلاصة بيضة بحلقة هي كمنظر شكل الخلاصة الصفرة منظرها أخيار لكن أنا الخلاصة اللي عندي اللي أسوي اللي تظهر من دهنة لدهنتنا الذوابة أنا أمضي الدهنة أنا ما همني اللي الخلاصة تغدي صفرة الدهنة ما بمنظاي أنا الدهنة أمضيها لين تغدي الخلاصة تقريبا بنية مش محروقة بنية البني الفاتح فلذلك تغدي الدهنة ريحتها تلصق في اليد لو تغسل يك بصابونة ما تخوز ريحة الدهنة شو السبب لأن منضاية وريحة الذواب قابضة في الدهنة روحها فتغدي ريحة الخلاصة قوية فلذلك فرق بين الخلاصة اللي عندي أنا والخلاصة هذه الخلاصة هاي على الله حرمة كاتبت لي كلام ما يتشاهد أو أن بعيد أخير عن خلاصك كله سقم إذا أخذ الدهن من عندك حطولنا خلاصة انزي حطك الله في حامية لهب قولي شكرا وما قصرت يوم ما تبينه ما بلازم تسبين قولي ما يازت أو أن ما تتشاهد لا لي ما يتشاهد الخدمة اللي فيها الرطوبة هذه بوي الدهن حين اللي مظهورة منها الخلاصة هذه ما تكمل أسبوعين 3 إلا غدت ريحة ميوخنة شو السبب؟ لأن الدهنة ما بمنضاية تنضى الدهنة يوم تحمر الذوال الخلاصة نضت الدهنة غدت الخلاصة بالنية هذا معناته خالي من الرطوبة ما فيها رطوبة الذواب لو بيدور عليها حولين ما عولت قرنتي أنا أعطي عليها قرنتي والقرنتي من الله سبحانه وتعالى غربلتي غرابي لنص هيزي والله ناقمتني هذا ابوي الله يعز النعمه شيء ابوي ما ينطرى شوفيه انت ايش قال نموت الله يعز النعمه ابوي الخلاصه التجاري هاي الخلاصه ما الدهن التجاريه الدهن انتو تدرون اني انا المريل العود هذا في نص طن 500 كيلو او 480 اصفى على 350 كيلو تقريبا يتبخرن ما يحترق الدهن يحترق اذا الضوء حامي ضوء جهنم تحته يا غير انا هباب الضوء ما تلحق المريل عسبتي تكمل الدهنه الذواب تقريبا من 8 إلى 10 ساعات لان هباب تلحق الضوء مره شيء بسيط شيء لا يذكر هباب يجلب الجدر هباب ما يلا في الساعه يجلب جلبه وحده لان الضوء وايد بارده فلذلك ياخذ وقت وايد عندي انا من غير اللي الخلاصه تي الصفره هذه هاي فحون الدهن 5 دقائق 10 دقائق وطفوا عنها وعسب ما يخسرون أنا اللي الفرق بين هذه وهي شغلتين الذوابة هي على الله يحفظكم إذا ما مضاية تفقد الرطوبة شرات العسل إذا مختوم عليه الشمع معناته النحل منظفن زين ما زين ومفضلنا من الرطوبة فيكون بيور صافي الدهن كذا الأمثال إذا منضاية عن الرطوبة ما تخترب العسل إذا مش مشمع عليه يحومض بعض أخلاف مع الوقت يغدي فيه ريحة حموضة يقطن أمهات ذنيج هربلت الله مقبات خلتني الأزبد وارتعد هربلت وأنا شبات أرد عليك أنا من الأساس انت ابوي ربيتك قاصره حاسيه ما عندك فلهذا السبب اللي الخلاصه الصفره هذه هباب ما تلحقها الضوء
يبيعون الغرشة بخمسين درهم، بخمسين درهم، بسبعين درهم. إلا أبوي، أنا أبوي الغرشة بمية وخمسة وعشرين، ومن المية وخمسة وعشرين أبوي سبع دراهم أنا فائدتي الغرشة روحها خالي بدرهمين. شو يعني سبيل أنا بسولنا؟ هم بسولنا سبيل ولا بيلس أكلف على عمري بعد، ولا يحيد عمر أبوي؟ ما يبقى الشيء لولايتي، يصير أبوي ياخذ من قم خمسين. أنا أبوي ما دقيت أحد على يديه وقلت له هي، والزبد اللي عند أبوي أنا مال مزارع، ما بمال دكان، مال مزارع. يصير أبوي الموتر محمل بالمريال، يازنون الموتر بالمريال خالي، وخلافه هو ظاهر أزنوا وديتن ثاني وهو مشحون زبد، ويا أبو عندي ونظفنا عن الماء والحزن والصدع والديانة، وردينا ركبناه. وكثر ما شرحت أبوي لا بشرح ولا عندي خبر، الحين هالمهلة من 35-37 سنة، والأمور التساهيل والأمور ماشي. أنا شو اللي خلاني أرد على هذه هالبيعارية هم لسانين؟ ونهاية الخدمة ما بخدمك يا ربي، يعني يا في غيظ عليك والله يا أبو تماد البيتكم، لو أدل باب بيتكم لدرب حدرام وأذن عليك أذان مكاوي يسمع به المعلي والسنان الساير والياي، لتغدين البانة عند اللي يسوى واللي ما يسوى. لكن رب العالمين ما صاباني على بيتكم وين يكون، ولا حتى اخوتك بخبرهم عن امورك، ترومين الطرشين لي بيع تلاسنيني، فضل عنك وياها من خدمة، وفضل عنك، فضل عنك انت. يا والله ما اعرف اسمها يا ابوكم كان زين، يا ربي تشبدها تطبخ تطبخ عليها، القيض لي في الدنيا كله فيه. بلاك هلا انا وعد نقر سيد سلامة. نو وعد نقر سيد سلامة هي من فجيرة. من فجيرة؟ ايوه. شو اسمه؟ اسمه محمد. كيف تسلم علي وانت ما تعرف شو اسمه؟ سيد سلام بابا. هي ليش شو جاي يسوي؟ وين تعرف؟ تنين دبا. هي كم اعطاك بيزات؟ 500. وبخشيش؟ 20. 20 واللي قبل؟ وعد 100. منو هاي ابو 100؟ هذا مال دبي اسمه عبد الله. وامي اعطاك بخشيش؟ ايوه. امي هذا بطران ابوي. شاخت امهات ركاب الدنيا. الله اكبر عليك. ويعني لحيث ان اعطاك امي شيخه؟ لا بس كبير يعني مدير. مدير؟ ايوه. زين بارك الله. شكرا. عفوا. يلا. مش انت بعد. الله ما في النار بارك. زين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير. زين اكيد متاخر 20 دقيقه على الكابتن، واكيد كالعاده غير والله اني ابو كسير اتلبس يكون باجي على الموعد تقريبا 5 دقائق او 10 دقائق، وبيته وايد قريب، لكن ما ادري ليش يخط من 20 دقيقه لين اوصل. زين المره برمسكم اخلاق، وانا على الماكينه او عقب ما ارد البيت بطالع عاده اللي صرفني برد ارمسكم. يلا الحمد لله. الحمد لله ابوي طلع الكابتن ابوي مشغول جاي انه اظني العميل اللي قبلي، العميل هم يسمونه العميل، له اسم غير احلى عن العميل كم ما اتذكره، وتاخر اظني 20 دقيقه ويا حين الرجال، فحين انا ما يحتسب لي انه لعندي انا اللي عنده الحين ال 20 دقيقه مالاتي بحصلها عنده. مرحبا مرحبا. الله يحفظك. يسموه بتدلج الريال دلاج قرب الكلام اقواك، هذا ستريتشنج يسمونه، هذا بعد التمرين وايد زين يعني. لكن هو Anyway, today what are we going to do? Today we have vice back and triceps. Yeah. And lower back. حاضري حاضري. Say حاضري. حاضري. يا رك الله. زين. لوكم شو الأخبار؟ أنا ابتديت يعني المكدة ها.
قاعد يكود لي من هالحديد. أخي ما عليكم شديد ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ما زلت متماسك للاستمرار. في الاستمرار شوف، إذا تستمر على شيء بتروم، إذا أنك بتازم متقطع يوم هي وعشرة لا، يوم هي عشرة لا ويوم هي، ما يستوي. الاستمرارية هي تخليك أولا متشبث في الحياة، ثانيا تعطيك باور، تعطيك نفسية جيدة. يا جماعة أقولكم الرقاد اللهم لك الحمد، من أحط راسي لو بحد يجرجع بيه بعد راسي والله ما دريت به شمنا، لأنك تبذل جهد وتتعب في التمرين، فلذلك تحس أنك فاق الطاقة وتحتاج للرقاد. هل تشوفونهم ما يرقدون؟ لأن ما يبذلون طاقة، رقاد الظهر رقاد في الليل ولا شغل ولا مهرة وما يجهدون. في خاطري أعد عليكم اليوم خروفة من الخراريف الأولية، خراريف الأولية يعني اللي تدعادنها من قبل، عادنها في البدايات يعني كانوا المتابعين ما شاء الله قليلين. الحين تبارك الرحمن يعني في رقم كبير ما تابعوا الخراريف الأولية، فأفكر أتنقى واحدة من الخراريف الأوليات وعدها. شو رأيكم؟ ما أدري يعني أفكرنا عد واحدة من الخراريف الأوليات، شيء من الخراريف وايد حلوات يعني، إن شاء الله نبعدها إن شاء الله. فشو أنا ما وعدكم، ما هو شيء وعد بيني وبينكم، يا غير على حسب التساهي. إن الله راض. أقولكم 50% خلصنا التمرين الحين، باقي 50 الباقيات إن شاء الله. لأن الحين ما زلت متماسك والأمور طيبة والعزم شديد، وكنتينيو كنتينيو يا أبو محمد ما شاء الله عليك اللي هو أنا. شو تبغى أقولكم؟ ما عندي رأس، أتولح عليكم، لازم إني أظهر لكم بين دقيقة والثانية، فتنسوني ما ظهرت لكم بتنسوها. شوف ما شاء الله اللي وادم، ها مكان ممزور يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، مكان ممزور لين عينه. نقول خلصنا التمرين الحين. Thank you very much captain. Thank you so much sir. It was very good too. Very good, very good. And we done well? Yeah, we're very good. Thank you captain. But still I have that when I going to lose it. In a month. One month? Yeah. Inshallah. Inshallah. Tomorrow, what are you going to do? Tomorrow, shoulder and abs. Inshallah. Shoulder and abs. Thank you very much, Captain. Thank you. Thank you. باجيات دقيقتين ونص. انزين، وانا من زود التعب لو حد يضربني بخوصة صحت. اتهاطل ارجات و ومن طحن طحان النصه يزي هو يعني كل شيء. هاي بدايه شو اني اتعذر من اليوم ما بروم اسوي خراريف ولا اقول خراريف، لا قصص واقعيه ولا قصص من الخيال ولا من الماضي السحيق. سحيق هو سحيق قديم يعني. انزين شو السبب؟ لان ابوي عيزان، والبارح عادين ابوي سالفه قصه طويله عريضه لين ثلاث، وانا اصبحت فتوتي مسويات عضلات مسويات عضلات من رمسه. فلذلك ابوي يسدكم لياكم البارحه، واليوم عاده العذر والسموحه منكم، الا كان لين خلاف يدور لك 600 هاي العلم عند الله.